ومن بين الفعاليات الفنية اللي نقلتها الجولة الفنية مؤتمر صحفي نظمه المخرج رامي عادل إمام لتدشين شركة إنتاج جديدة بتهتم بالإنتاج الفني من أعمال فنية أو برامج ترفيهية. المفاجأة اللي أعلنها رامي عادل إمام خلال المؤتمر إن الفنانة يسرى هتقدم برنامج تلفزيوني هيكون أول إنتاج للشركة. كاميرا الجولة الفنية حضرت المؤتمر الصحفي وقابلنا المخرج رامي إمام وكشف لنا تفاصيل أكثر عن البرنامج وطبعا سألناه عن عمله مع الزعيم عادل إمام وأخبار آخر مسلسلاته مع فريد عدي علام. برنامج مش عايز احرق الفكره بس طبعا وجود مدام يسرى معانا طبعا دي اضافه في حد ذاتها. الفكره هو برنامج بنحاول فيه ان احنا يعني نعمل شكل جديد واستغلال بقدر ما يمكن وجود مدام يسرى معانا. هو انترتيننج ترفيهي في رساله بنحب نقولها في التوقيت ده بالذات في مصر. ان شاء الله السيلبرتيز هيكونوا موجودين معانا احنا لو عنهم قريب في منهم مفاجات كبيره جدا وشكل البرنامج الفورمات بتاعته والافكار هنطرحها ان شاء الله وانس ان احنا تعاقدنا مع محطه باذن الله هنعمل مؤتمر صحفي تاني هنقول فيه كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها. استاذ عادل فنان كبير ومحترم وراجل تاريخ كبير ويعرف يتعامل جدا مع المخرج اللي بيتعامل معاه والحمد لله صارت ما بيننا في كيمياء انا بحبها وبحترمها وده يكفي لاي مخرج مع اي فنان ان هو يتعامل معاه بشكل هو فاهمه كويس جدا.